هناك بعض قوى الشر بتتحرك بأيدي خفية لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق، وده بيحصل كل فترة زمنية. لم يتم نزع الملكية، احنا طلعنا الناس، احنا زي ما بقول لحضراتكم حتى الآن في هذه المنطقة كل ما تم هو شراء رضائي، وكل الأراضي اللي تم الشراء رضائيا في قرارين نزع ملكية موجودين في الجزيرة، ودي لي أغراض بقى حاجة خاصة بالدولة، منهم خط تنظيم النيل، وحضراتكم تعلمون جيدا أن خط تنظيم النيل 30 متر ده ملك وزارة الري. القرار الثاني لنزع الملكية هو القرار الخاص بتأمين محور تحيا مصر. المحور تحيا مصر طالع له برضو قرار نزع ملكية يمين ويسار المحور. احنا بندفع في جزيرة الوراق للفدان الزراعي 6 مليون جنيه، بنشتري رضائيا من الناس الفدان بستة مليون جنيه، والنشاط الراجل ده كان مزارع. احنا كان في المقابل في حلول اخرى، اللي عايز اراضي زراعية بنتحله حاجة من الاتنين، عايز بدال الفدان بتاعك ارض زراعية